ما انا كي نحكيو على مشروع الصرف الجزائري ما نجمو نحكيو كان على النسخه المسربه، لانه مازال ما عندناش القانون، ما عندناش مشروع القانون منشور في الرائد الرسمي. بالنسبه انا في تقرير معناها كي نحكيو على المشروع اللي تسرب هذاك، ثم ثلاثة ملاحظات. احداث محاكم استثنائيه امر غير مرغوب فيه، خاصه انه محكمه استثنائيه معناها يعين اعضائها رئيس الجمهوريه وتتولى هي معناها الاحكام وما فماش امكانيه للتعب، يظهر لي ان لا مصلحه لتونس تكون فيها محاكم استثنائيه معناها خاصه غير مطعون في احكامها. الافضل انه الملف يكون موجود عند القضاء الحكم القضائي المالي، وان يقع تسريع في الاجراءات نتاعها، ولا فائده في انه يكون عندنا محاكم استثنائيه. هذه الملاحظه الاولى. الملاحظه الثانيه تتعلق باحداث صندوق، خلاف الحكايه القديمه في مشروع القانون اللي قاع التسريب نتاعو. احداث صندوق لدى رئاسه الجمهوريه تتحط فيه الاموال هذه خارج النظام المالي التقليدي التونسي، معناها اللي تشرف عليه وزاره الماليه. زاد هذا امر غير مرغوب فيه. الملاحظه الثالثه تتعلق باستعمال الاموال هذه، تبعكم استعمال الاموال هذه في مساله المساهمه في الشركات الاهليه اللي هي كشركات وكمؤسسات مازالت غامضه من حيث طبيعتها وتدخلاتها وانشطتها وكيفاش باش يقع تمويلها والمردوديه نتاعها. يعني بشكل عام فكره الصلح الجزائي معناها فكره المصالحه في حد ذاتها ماهيش فكره خايبه، ولكن ما نشر من مشروع نتاع قانون على رئاسه الجمهوريه موقع تسريبه في الفتره الاخيره فيه ثلاثه مخالفات دستوريه وقانونيه خطيره وسابقه ماهيش باهيه، معناها سواء فيما يتعلق في طبيعه المحاكم المستنظر، والثانيه في طبيعه الصندوق اللي مش حدث عند رئاسه الجمهوريه، والتدخلات اللي غير مفهومه بالنسبه للشركات الاهليه. في تقديري رئيسة الجمهورية مفروض تراجع نفسها شوية، لأنه تعمل مشروع متاع صلح جزائري قابل للتحقيق يحترم قوانين الدستور للبلاد، وتكون الأهداف والمستعملات متاعه خاضعة على الرقابة وتحت إشراف سلطة نجم تضمن الشفافية والنزاهة متاعه.